منتابع حلقتنا من ام تي في لايف الخاصه بزراعه التفاح وبالتفاح اللبناني اللي بنتامل انه تكون الحلول يلي طرحت بهاليومين رح تلاقي طريقه صحيح. نحن منتابع مع برامج الام تي في عم بتتابعوا على شاشتنا الساعه 6 كل يوم اخترب الحي مع مجموعه من نجوم الدراما اللبنانيه. طبعا يلي عم بيتابع هالمسلسل وانتم كتار وصل المسلسل لعقد كتير كبيره ورح نشوف بهالحلقه كيف ممكن تتطور الامور بعد كل الاسرار يلي كشفت. خلينا نشوف مشهد. اهلا بالعروس. نمت منيح؟ ايه اكيد. ميرسي. هويدا مثل ما اتفقنا اول ما تحسي حالك متضايقه دغري بنترك البيت وبنروح على البيت تاني. وحياتك مش متضايقه وهون اقرب عفادي وساره. بعرف بس عم ذكرك مش ناسيه. بونجور. بونجور حبيبتي، ترويقه جاهزه. ميرسي بس ما بلحق اتروق. رايحه على البنك؟ ايه. ما تاخرتي؟ ايه بس مش رايحه اشتغل. شو رايحه تعملي؟ رايحه على البنك بس حاطلب منهم ينقلولي على فرع تاني. باي. الله معك. أما الساعة 9 الأربع فبتكونوا مع ما في مثله مع الضحك بلكي بنطلع شوي من الأجواء يلي نحن فيها. أما هلأ رح ناخذ وقفة من بعدها رح نتابع الحلقة الخاصة بالتفاح اللبناني بتوب ستوريز. رح نكون باتصال هاتفي مع مزارع تفاح ورح نشوف شو هي الأوضاع حاليا. خليكم معنا.